هذا الاجتماع اجتماع مهم ويأتي في أعقاب مداولات واجتماعات أخرى للتحدث حول المنظومة الانتخابية وما نراه من ضرورة مراجعة جدية لهذه المنظومة. الانتخابات السابقة، ربما العديد من الانتخابات لكن السابقة تحديدا، شهدت عزوفا كبيرا للناخبين عن عملية الانتخابات، وهذه كانت من الدلائل التي تشير إلى فقدان الثقة بالمنظومة الانتخابية. وحقيقة لا يمكن لنا أن نستند إلى عملية ديمقراطية حقيقية بدون وجود نظام انتخابي محط ثقة المواطنين. العراق مقبل على تحولات كبيرة، ونحن بحاجة إلى إصلاحات جوهرية تعيد الثقة بمنظومة الحكم في هذه البلاد. من الإصلاحات المطلوبة هي مراجعة المنظومة الانتخابية، مراجعة جدية وهادفة، وتؤمن للعراقيين الفرصة للتعبير عن إرادتهم ورؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وبدون تلاعب. أنتم مجموعة من الخبراء والكفاءات الذين ارتأينا أن نستمع إلى رؤيتكم ومشورتكم حول هذا الموضوع الحساس الذي يمكن أن يكون بمثابة المنطلق لإصلاح المنظومة السياسية.